السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ نور الدين معك من المغرب. تفضل. عندي سؤال، عندي مراتي ترضع، يمكن لي أصوم ولا ما أصومش؟ زوجتك مرضع؟ إذا كانت الرضاعة تشق عليها أو تشق على جنين، إذا كان الصيام يشق عليها أو يشق على الجنين، فلها أن تفطر وتعيد يوما مكانه، والله أعلم.